البوزيتيف انرجي، الطاقه الايجابيه، اكيد كلكم سامعين فيها وصارت كتير اليوم موجوده اكثر واكثر. او منحكي عن البوزيتيف فايبس، وكل حدا بفسرها شيء او كل حدا بيشرحها شيء، بس انه بيسكلي هي انه تعطي شيء حلو، ابتسامه، فرح، سهر، تغيير جو. بوزيتيف فايبس، طاقه ايجابيه. هل الطاقه الايجابيه موجوده؟ تخبركم انه نوعا ما ايه، يمكن مش بالمنطق اللي بينحكى فيه اذا بدي احكيها مسيحيا، لانه كل انسان يقال علميا انه في طاقه بتحيط فيه، في طاقه بتمشي معه، في كتير إلى 100,000 تسمية، في منهم بيقولوا مثل حق المغناطيسي حولك، بسموها أورا مرات، مثل كأنه أنت حالتك حالة معينة بتمشي معك، محيط أتموسفير هيك بيغطيك بيمشي معك بحياتك. مزبوط. وهيدي الطاقة أو هيدي الحالة يلي موجودة حول كل شخص بتروح وبتجي وبتتلاقى مع أشخاص تانين. كيف بتكتشفوا أكتر شيء؟ كيف تعرفوا انه موجوده؟ لما تعملوا زياره او يجي حدا لعندكم او تلتقوا بحدا. مختبرين اكيد شي مره بيجي حدا لعندكم بتحس حالك مزعوج بعد ما صار شيء، مش ضروري يصير حدث، بتحس فتت على هالبيت عند هالناس ضرب وجع راسك، بتحس حالك مخنوق، بتحس بتصير تقول انت بعيونهم قادر اقشع هذا الشيء، ممكن وممكن لا، بس الحقيقة إنه في حالة معينة، في جو معين عم بيكون في تبادل لطاقة معينة. هلا رح يخبركن عنا يسوع لتفهموها مزبوط، مش الطاقة الإيجابية بالمنطق اللي هلا منحكي، وتتفاعل ومننا فيكن تستنتجوا اللي منحكي نحن، صيبة العين والحسد والهو. هودي شو هن؟ شو هي صيبة العين؟ بفقعك عين أنا من هون لهونيك؟ شو هي صيبة العين؟ صيبة العين هي طاقة موجودة أنت عم بتشاركها مع غيرك، بس بتكون بدال ما يكون فيها خير بيكون فيها شر. طب من وين نبتت؟ أنت أسست لها، أنت بتحدد هالشي اللي بيحويك، هالإنرجية اللي ربنا حطتها فيك، هالطاقة أنت بتحددها كيف بدها تكون بحسب أمور بدك تعيشها. خليني أمشي. بيقول يسوع بالإنجيل اليوم بآخر الإنجيل، بيقول من بعد ما يبعثنا ويقلنا اذهبوا أرسلكم كالحملان بين الذئاب، بيقلنا أي بيت دخلتموه أعطوه السلام. بكفي بيقول إذا كانوا أهل للسلام راح لعندهم، إذا ما كانوا أهل للسلام بيرجع لعندكم. عن شو عم بيحكي؟ فكروا فيها بس. تعطي ايدك انت بسلم، اذا كان اهل السلام بياخد ايدك وبفل. في طاقة انت عم تبعتها، عم بيقلك بس تفوت بحط السلام بهالبيت، حط هذا السلام. اذا كانوا اهل السلام بزيد سلامهم وبصير في هذا التفاعل الحلو. اذا ما كانوا اهل للسلام بيرجع لعندك، يعني انت بتدل بسلام، لانه هن الطاقة يلي عندهم ما بدها سلام. بدل ما نحكي لكان عن positive energy و negative energy، عن طاقة سلبية وطاقة إيجابية بالمسيحية وبالمنطق الحياة الحقيقية اللي عم بينحكى فيه هيدا النوع من الكلام، هيدا اللغة، يسوع بيقلنا عن الطاقة المليانة سلام والطاقة المليانة اضطراب. هيدا الفرق. أنا لما بكون حامل طاقة فيها سلام بقدر روح أعطيها لكل الناس، بس مش فكرة البوزيتيف انرجي تبع ابتسم له للشخص، أعطيه بوزيتيف انرجي. فيك تكون بقلبك مضطرب وعم تبتسم، ما بيروح شيء. أنا بدي بلش نهاري حلو، اطلع على المراية وقول اليوم نهارك رح يكون حلو، اليوم نهارك رح يكون حلو، عمول نوع من بوزيتيف فايبس. هاو تمثيليات هاو، لأنه فيك تعمل شكلك من برا حلو ومن جوا تكون حامل طاقة سلبية لكل الخليقة اللي رح تلتقي فيها بالنهار. خلي نهارك يكون حلو، روح سهار،
افراح، غير جو، اسمع موسيقى، اضحك، اشرب، حس مع الكل، شعور معهم، تركهم يعملوا اللي بدهم اياه. كل هيدا هيدا انت عم تبعت بوزيتيف فايبس، بوزيتيف، مش عم تبعت شيء، انت عم بتمثل. سامعين هيدا الجمله الحلوه للمتنبي؟ بيقول ان رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. يعني اذا شفت الانياب، نيوب يعني السنان تبع الليث، يعني تبع الأسد، إذا شفت سنان الأسد مبينة بارزة اوعك تفكر عم يبتسم لك، هذا عم بتشط تريلته بده يكتشك. فهيك هيدي البوزيتيف انرجي بالمنطق الأرضي مش مزبوطة. يبتسم لك أنا وبقلبي عم بقول إن شاء الله ما بترجعي. شو البوزيتيف انرجي؟ بس إنه من برا بفوت على البيت، هاي كيفك، يا الله يا الله اليوم بعدني عم فكر فيك انا وروجي. هلا ما بعرف حدا اسمه روجي بس انا بفكره اليوم، عم فكر فيك انا وفلان، وقلنا بدنا نجي نعمل لك زياره ونقعد نشرب فنجان قهوه. وهيدا بس تقوم لتعمل القهوه، يا زلمه ما بطيق هالمخلوقه، قلت لك بلا ما نمرق اليوم. نحن بالنسبه لنا شو؟ اعطيه بوزيتيف فايبس ليكون الجو حلو. الجو ما راح يكون حلو، ما فيك تكذب على ربنا. سلامي أعطيكم. من وين؟ كيف نغذي هذه الطاقة؟ هاي الطاقة اللي بتحيط فينا من وين منغذيها ومن وين بتجي؟ بيقول يسوع سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم، مش بالكذب، مش بالتمثيل، مش بالقوة، بالقلب في سلام من جوا حقيقي. إن شاء الله ما بتبتسم من برا، إن شاء الله ما بيكون قادر تبتسم. في مرضى بقلب المستشفى ما بيقدروا يبتسموا وبيعطوك سلام. فإذا لما تدخل على هذا البيت شو بتعطي هذا البيت؟ بتعطي الحالة يلي فايت فيها، اسمعوا منيح، بتعطي الحالة يلي أنت فايت فيها، فيك سلام. هيدا هو اللي عم بيقوله ألقوا سلامكم، يعني فوتوا بحب، فوتوا بفرح، فوتوا بصدق، فوتوا بشعور مع الآخر. البيت كله اللي أنتوا فايتين عليه رح يتحول إذا كانوا أهل سلام، إذا كان عندهم هيدي الطاقة وعم ببدروكم إياها. أما بتفوتوا مرات بيكون في رجل ليس رجل سلام ولا امرأة سلام، لو شو ما بتعملوا بدل هو الفائس الدنيا، وموجودين بكل بيت. حفلة ميأس، مناسبة عم بنق، احتفال الكل مبسوط عمل مشكل. اليوم عيد ميلاد حدا، أنا اليوم فقست وبيوتر كل الأجواء. ولو قلت له خلص زبطها هلأ، زبطيها هلأ، قطعي لنا هالاحتفال، قطعي لنا هالمناسبة، ما الكل فرحانين، ما الفرحة مش لقلنا، الفرحة للعرسان، الفرحة لأولادنا، الفرحة لصاحب العيد، قطعوها positive vibes. بس ما في بالقلب، ما في، في شيء من جوا مش عم بيهري الجو كله. هيدا اللي يسوع عم بيحكي فيه، عم بيقلنا ببعتكن شايفين هالمحلات اللي رح تروح عليها، البيوت والشغل، حتى بشغلكن بمكاتبكن بوظيفتكن في ذئاب، في ذئاب حول طاقة ذئبية مستذئبة بدها تاكلك، بدها تأذيك هي ومبتسمة لإلك مثل الأسد، تبتسم لك، مد إيدك لتقطشها. طيب من أين تأتي؟ قلنا من يسوع المسيح. كيف تتغذى؟ اسمعوا يسوع بالإنجيل شو عم بقلنا لحتى تعرفوا كيف بتعملوا هيدا الشيء اللي اسمه اليوم طاقة، طاقة إيجابية. فهموها شو هي الطاقة الإيجابية، حلوة بس فهموها شو هي مزبوطة، هي طاقة السلام. كيف بتبني طاقة سلام لتصير أهل للسلام، لتقدر تروح على كل بيت تلقي سلامك؟ كيف؟ بقلك أول شيء كون مستعد تحمل يسوع لكل مطرح رايح عليه، لأنه أنت بتحضر حضور يسوع. اسمعوا شو بيقول الإنجيل، عين الرب 72 آخرين، أرسلهم 2 2، مش لوحدك عايش،
بدك تتفاعل مع الناس وبدك تتفاعل مع اللي حواليك. أمام وجهه بعطن قدام عيونه قدام وجهه. نحن صورة الله بهذه الحياة، نحن وجهه لله بهذه الدنيا. إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، نحن منفوت قبل يسوع. من هيك منسأل وين يسوع بهالمحل، منقلهم الناس ما بده يسوع، ما بفوت يسوع على محل ما بده إياه. نحن منحضر له المطرح، لما منروح قدامه بالسلام الحقيقي بقلب صافي هيك منحضر ليسوع. بس تفوتوا عبيوت الناس، لما بتفوتوا بقلب صافي بده يجي يسوع. مش ضروري بس نصلي يلا فوتوا لنجيب يسوع على هالبيت. أبانا الذي في السماء، لك إذا فتت وإنت صادق، إذا فتت وإنت محب، إذا فتت وحامل طاقة سلام من ربنا، ما حدا بيعرف من وين جيبها، من صلاتك، من تأملك، من حياتك، من 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 أخلاقك ومبادئك، يسوع رح يفوت وراك. يسوع رح يفوت وراك، فهمه، مش بسمة وخدعة، مش positive vibes، لا، حياة، طاقة موجودة بحياتك اللي عم بتعيشها. تاني شغل بيقول 2:2 قلت لكم إياها، انفتاح، عطاء، تبادل. ما في أنانية، ما في بس أنا بروح وأنا بعمل وأنا بجي، أنا مش لوحدي بهذه الدنيا. ما في أنانية، ما في انغلاء، ما في انعزال، ما في وحدة. هاو بيعطوك سلام. يا ما في ناس عم بجربوا يطلعوا من اضطرابهم بأنه يسكروا على حالهم. فهموا بقى، بقعد بقوطي بسكر الباب، ما حدا يحكيني لرفاقي لأهلي لشي، أنا مضطرب بدي روق. ما رح تروق، ما رح تروق، رح تخدع حالك إلا إذا عم بتصلي، هذا غير موضوع. بس زفيت هيك تتروق، تحضر لي فيلم، تسمع موسيقى، بترجع بتظهر تبتسم ولكنك كذاب، لأنه حالتك الحقيقية منا طبيعية، مؤقتة. بيرجع بيقول لا تحملوا كيسا، بيقول لا تحملوا كيسا ولا زادا ولا حذاء ولا تسلموا على أحد في الطريق. أوكي، هودة هن الطاقة، طاقة السلام. لا تحملوا كيسا، إذا أنت ما معك كيس قدي قادر تجمع أغراض، قدي قادر تجمع عقد ما بتقدر تحمل بهالقتان، صح؟ عم بقلنا ما تلتهوا تجمعوا، ما تحملوا كيس، ما تحملوا كيس، لأنه بيوصل لاضطراب. مرة أحد الملوك قال لهم للشعب تبعه، قال لهم مين، قال له لواحد ربح شغلي بالمملكة، قال له بدي أعطيك أنا أعظم هدية، من هلأ لتغيب الشمس بتركض كل المسافة اللي بتقطعها بالمملكة بتصير لإلك، روح. بلش يركض، يركض ويشوف الشمس رح تغيب ويعطي باور أكتر، يلا 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 قطع، صار يتطلع وراه يشوف رح تصير المملكة لإله. غابت الشمس، طبش بالأرض ومات. وقف قلبه، وقف قلبه، لأنه عم بجمع أكتر مما لازم يجمع. عم بيقلنا ما تحملوا كيس، وكأنه عم بيقول بغير مطرح سمعينه أنتو، لا تجمعوا لكم كنوزا على الأرض. ما بغير يسوع ربنا جمله بالإنجيل كله متصل ببعضها، ما بتتغير. لا تجمعوا لكم كنوزا على الأرض، روحوا فوتوا على كل بيت، أنا رح فوت وراكم. ألقوا السلام، ما تحملوا كيس لتروحوا بسلام حقيقي. ولا زادا، لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون، ما يكون بالكل من أكل والشرب، لأنه هذا اضطراب كمان، اضطراب. ولك بعطيكم أمثلة بيقطع 600 مثل براسي، إذا بدي أعطيكم يوم كلهم ما منعود نخلص. أبسط مثل، لأنه هلأ موسم أعراس، بتروح على العرس بدل ما تفرح بالجوهر، هالشخصين عندهم حب، بدل ما تصلي لهم من قلبك شو بتعمل؟ تقعد تهتم كيف، شو الأكل اللي نزل وكيف الضيافات كانت وشو. لا تهتم، هذا اضطراب، هذا مش سلام. ما عم تنقل للعرسان يلي أنت بتحبهم سلام، أنت عم تنقلهم اضطراب، عم بتوتر لهم الحفلة كلها، لأنك في قصص مش عجبتك عمره ما تعجبك. افرح مع الفرحين، افرح مع الفرحين. دائما نحن محور الدنيا بكل positive energy.
بيقول لكان لا تحملوا كيسا ما تجمعوا ولا زادا ما تهتموا، اطلبوا اولا ملكوت الله. بخبرنا وقت لكم لا تهتمون، بيرجع بيقول ولا حذاء. طب ولا بدي روح حافه؟ ليش ولا حذاء يا جماعه؟ ما هو الحذاء؟ انتم بتعرفوا انه بايام يسوع الاكثريه كانوا حافين. مين كان عندهم حذاء؟ المتسلطين والملوك يلي معهم مال. الحذاء علامه غنى. قال لهم ما تلبسوا حذاء كمان، يعني ما تجمعوا أمور مادية، ما تلتهوا بالمال بالرفاهية بالتياب بالشتراية بالقصص الخارجية، ما تلتهوا كمان فيها، ما تلتهوا فيها. بيجي لعندي مرات عرسان عرسهم بعد كم يوم، بتلاقيهم عم بيلهتوا، ما تأخذنا يا أبونا، منيح اللي لقينا وقت نقعد معك شوي. شو فيه؟ بعد فيه تبع الورود، بعد فيه تبع الصوت ما حكيناه، وفيه الهيدا. انتوا رح توصلوا مثل هذا اللي عم يركض بالمملكه، رح توصلوا ميتين على العرس، رح توصلوا تعبانين وهيك فعلا اضطراب وقلق. بقول لهم انسوا لي كل شيء. وكي ابونا انت بتقول هيك؟ لا مش بقول هيك، مش بقول هيك. شو هو العرس؟ شو هو العرس؟ فهموني، مش حبكم بالدرجه الاولى؟ مش علاقتكم ببعض؟ انسوا لي بعد في كم يوم، انسوا لي القصص اللي عم بتحضروها، يعني ما تزبط يا خيي، ما تزبط الغوى، بس روحوا بحب، روحوا للجوهر. من هيك عم بيقول ما تلبسوا حذاء، ما تلتهوا بالحذاء، ما تضطربوا بالمناظر الخارجية. وياريت أصلا ياريت تزبط معهم. فيش عرس بروح عليه إلا ما بلاقي مثلا العروس عم تتسمسم برا قبل ما يفوتوا مع الزفة، بيجي عم سلم عليها، قلت له بدي اياهم زهر مش أبيض. طب خلص حطهم ابيض، شكرا رح يردوا عليكم. يعني دائما دائما بيعملوا اخر شيء اللي بدهم اياه. ما هن هود التجار كمان تحيه لالهم، او الفهمنين، او بيزركوك بالزاويه، خلص دفعت كل شيء انت ونزركت عرسك يعني، وحط لك اللي بدك اياه. بيكون عنده بوكيه حطتها بدفن، بينقل لك اياه على العرس، بس انا طالب زهر. ايه بس ما هي من المرحوم بعتها خصيصا لكم. هيك هيك، بس انا مش هذا الاكل اللي قلت له. قلت له نزل غير اكل. لك يا عريس افرح مع عروستك. منصير كلنا بحاله اضطراب اضطراب. من هيك عم بيقولنا ربنا اطلعوا من الحذاء، اطلعوا من الاحذيه، اطلعوا من السلطه والمال والمناظر الخارجيه. وبيقول اخر شيء لا تسلموا على احد في الطريق. ما هو قالنا القوا السلام، بس برجع بقول لكم السلام هو حاله بدك تكون عايشها كل الوقت. لا تسلموا على أحد يعني ما تلقوا حكي، مش ما تلقوا السلام. لا تسلموا على أحد يعني عندكم مهمة إنكم تنقلوا ربنا بهذه الدنيا وين ما تكونوا. ما تقعدوا تعملوا نميمة، تشهير، كذب، أحكام على الناس، محبات للوجوه، تسلاي وتضيع وقت بخبار العالم، مش وقتهم. هودي بيخلوا قلوبكم والطاقة اللي حواليكم تصير سلبية، تصير سلبية. لأنه ياما أيام بيكون عندك سلام تجاه شخص، روح لق حكي عليه مرة واثنين وثلاثة والتقي فيه وسلم عليه. عن جد بس تلتقوا بهذا الشخص الحكين عليه ما رح تكونوا انتو مثل ما كنتوا معه قبل. صدقوني اوعى تقولوا لا لا انا ما بتأثر. بيجي واحد بيقول لك بدي خبرك شيء عن حدا بس ما بدي تتأثر. لا لا ما بتأثر، هذا الحشرية بتحكي مش انا. بتطلع الحشرية بتجاوب قبلي، لا لا قول 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 بس يا خيي ما بلكي تغيرت نزل. لا 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 ما بتتغير. بصير قاعد انا هيك، عن جد كذب هيك عمل هيك؟ لا انا ما عم بتاثر، انا ما عم بتاثر، انا ما عم بتاثر. بروح بلتقي فيه، هذا اللي سارق ما هيك؟ ايه اهلا، اعطيه بوزيتيف انرجي من جوا بقلبي. انا حاكم عليه من فوق لتحت. ليه؟ لا تسلموا على احد في الطريق. صح يا رامي، ما تلتهوا، ما تغفوا على العمود. فإذا رح أختم معكم وقلكم عيشوا الطاقة الحقيقية يلي ربنا حطها فيكم يلي هي السلام، يلي مش من الأرض، يعني مش من كيس ولا زاد ولا حذاء ولا سهر ولا ترف ولا فرح ولا تياب ولا ما بعرف شو. مش هاو الطاقة. عيشوا الطاقة الحقيقية اللي هي القلوب الصافية اللي بتحب، اللي ما بتخدع، اللي بتعطي من قلبها يسوع قبل كل شيء تاني. وبنهي معكم بمرة فاتت لعندها إما
قالت لها شو رايقة اليوم ما في مشاكل انت وجوزك؟ قالت لها مبلا تخنقنا انا وياه، تخنقنا بالجنينة بسرقنا. قامت قالت لها بس كتير رايقة اول مرة بشوفك. قالت لها ايه انا استجلبت الطاقة الإيجابية ومبتسمة اللي كويني رايقة وعامل يوغا مريحة أعصابي. قلت لها بس أنا كنت بالجنينة جوزك مش برا. قلت لها بدك تبحش شوي. هي رايقة، هي روقت حالها، بس قتلته للشخص يلي بوجه. نحن هيك ابتسامة عريضة وقلبنا عم بخزق قلوب العالم كلها، وفكرنا نجس وعيننا حقودة منتمنى الشر، بس رايقين بدكم تبحشوا شوي تتلاقوا شو قتلتوا بهالدنيا حتى عايشين بالطريقة.